اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليله صافيه رائعه. جو كوره جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان اللاعبين ساسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. اوه يا الهي على هذه الاجواء الجميله. منتظر كره قدم ممتعه. ننتظر اداء اللاعبين، اقدام اللاعبين، الاهداف، المتعه، المستوى العالي في مباراه اليوم. كامب نو، مسرح برشلونة التاريخي. الكل هذا اليوم يقف خلف النادي الكتالوني. الصورة المعتادة اللي نشاهدها باستمرار دائما في هذا المكان. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام. مانداندا يسيطر على الكرة. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. فرناندو توريس يحاول أن يلعب، يسدد الكرة. تسديدة ثانية هنا، يحاول مرة أخرى. يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن. هدف. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. المباراة تبدأ ب1-0. الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. تمرير ليفاندو والكرة في اتجاه الجول. ما هذه الكرة؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الإبداع؟ بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. بكل قوة، بكل إصرار يواصل المشوار. تسديدة، لا تزال خطورة قائمة. جانبية إذن. برونو فرنانديز. ميسي. يلعب كرة بينية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ برونو فرنانديز. برونو فرنانديز يخترق من اليسار. لعب في الأمام في مكان التسلل. فان دايك. رود خوليت. كازيميرو. ميسي يسيطر على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعبها لمنطقة الخطر. برونو فرنانديز يمر ويلعب كرة بينية. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. ميسي يبحث عن المهاجم. يا له من تفاهم جميل. تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية.
يحاول تمريرها من بين المدافعين. فان دايك مرت الكرة بشكل جميل. آرثر رود خالد ميسي ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة طولية إلى الأمام يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع ليونيل ميسي. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. روبرت ليفاندوفسكي ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. لمسة بينية والتسديد، وها هي نهاية الشوط الأول. نستأنف المواعيد مع شوط ربما يكون حاسم. أهلي جدة السعودي سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. كازيميرو يحصل عليها. كازيميرو ليونيل ميسي ضغط قوي وينجح في استعادتها. آرثر فرناندو توريس ليونيل ميسي. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب العرضية. الحارس دائما ما يظهر شخصيته ينجح في السيطرة على الكرات العرضية. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. يحاول تمريرها من بين، تسديدة في اتجاه المرمى. هدف لبرشلونة. استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. كرة لا يمكن أن تضيع. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة جميلة، فرصة للتسديد. عدت الكرة. فيرتو لعب الكرة جميلة. جول. أهلي جدة السعودي عادوا إلى المباراة مرة أخرى. الكرة توضع في أفضل مكان. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى. أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. فرناندو توريس. جول لأهلي جدة. وهكذا تنجع عودتهم الكبيرة في المباراة. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. متفوقون بفارق هدف وحيد. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا.
ميسي، كرة طويلة للأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. الكرة ملعوبة من مسافة، يمر يلعب كرة بين فرناندو توريس. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. أهلي جدة السعودي يبحث عن حل من دكة البدلاء. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها ليونيل ميسي. فرناندو توريس، بافل نيدفيد يلعب كرة بينية، فان باستن ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. ميسي يمرر كرة قوية، موجود إبعاد الكرة، اللاعب يحاول مرور، قد تكون هذه فرصته. الآن الكرة إلى ضربة ركنية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. روبرتو كارلوس على الكرة الأرضية، يلعبها أرضية، يحاول أن يلعب كرة بينية. روت خوليت يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ كازيميرو يلعب كرة على اليسار، الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يمر يلعب كرة بينية، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، قد تكون تلك العرضية هي آخر فرصة. قراءة ممتازة من الدفاع، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. رود خوليت، ميسي، خوليت يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. فان باستن انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكرة تحت الضغط. فرناندو توريس، تنطلق الصافرة، تأتي المباراة إذن. أوه يا لها من عودة مذهلة، أظهروا مرة أخرى أسرارهم الكبير، يا لها من ريمونتادا مذهلة هذا اليوم، يا لها من عودة، عودة من بعيد، قلبوا الطاولة هنا في هذه المباراة، هذه ريمونتادا جديدة. في مثل هذه الحالات تكون الروح والإرادة هي العلامة الفارقة.